الشيخ من زمن النظام السابق صار شكل الناصريه ناصريه شو حرقوا بيتهم لا اله الا الله. انا كان خادمهم وياهم وين فريجول بعدين هاجروا كربلاء تعالوا تعالوا الصحراء حرقوا بيتهم في الناصريه وين كانوا بالاهوار وين منطقه سيد دخيل قريب سيد دخيل سيد دخيل استريح بعدين هجروا لها كربلاء البنات خلفتهم يمك اول ما تعبر ما شاء الله يا سنه اجوا هنا في المنطقه بال 97 او 97 بس مو هذا المكان كان تقريبا صار 6 سنوات صار لنا استقروا بي الان مستقرين بي لا اله الا الله لا اله الا الله زين هذا ابن الاكبر وياه موجود يعني ساكن وياه؟ اي هسه بقرب بيته نفس المكان ساكن وياه هم عنده 12 طفل عندنا 10 وهذا متزوج اثنين والابن الثاني هم وياه؟ هم وياه نفس المكان هم عنده زوجة وخمسة أطفال ابن الثالث هم متزوج أنور الله يخليه هم نفس المكان زين شغلهم شنو شو يشتغلون هاي الأولاد الثلاثة يحبون نعينهم في مدينة الزعتر في النجف شوفوا ذاك كيف مدينة قريبة اي هاي من طريق النجف اللي قريبة اي قريبة هو بال اسمه أنوار اسمه الله يخليك أنوار وعلاوي أنوار علاوي خلي يقدمون طلب حد شوية راح يسوي لهم فايل هو وذاك الثاني شيء كان عنده معامله مقدم على بنك الكهرباء حصل موافقات قابله ايه وعلى اساس يكملونها ونستشهد بعد احنا نسوي الهيا شو اسمه الله يخليك أنوار أبوي تعالوا بي تعالوا دول الصغار تعالوا هنا تعالوا 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 بي تعالوا هنا حبابات تعالوا يلا حبابا تعالنا تعالوا أول يلا دول أولاد الشيب لو أحفاده هاي بنته هاي بنته ها خليها خليها ليش خليهم لا خليها حبابا ليش ليش خليها 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 أقعد حبابا تعال قعد وين قعد اللي تخافين قل أبي اللي تخافين خطية ليش يخاف بابا شيخنا إذا حصل مصدر رزق مثل يتعينون باثنين ثلاثة يحفون هذه السكن عمود المدارس خطية تعبانين إذا يجون سكن قريب نسك يعني أكو مدرسة والله مصدر رزق يعني إذا تعينهم هم اثنين من العتبة إمام حسين أنها منطقة قريبة نقدر يسكنون يمنا وين يسكنون يمنا؟ قرب مدينة زايد مدينة زايد ساكن منو؟ أنا ساكن يمنا وشيخ ساكنين يمنا مدينة زايد؟ يمنا زايد وزين هم شلون يسكنون يمنا مدينة؟ إذا حصل مصدر رزق هم تعينهم هم اثنين شوفوا لهم يمنا تزوجهم اكو يعني اكو عندنا مبنيين لهم لهم قريبة المدارس قريبة المدارس مدرسة بناء تبنوا لهم بناء نبني لهم ان شاء الله زين بس احنا خلي ست نسويهن ست ست غرف يعني ست غرف كبار فشي مرتب خلي يكون خل اشوف صوره هماتين صوره البناء والهذا ما يخالف بقول ان ان شاء الله جيبوا الهدايا 30 مليون خصصنا جيبوا الهدايا جيبوا هذه البناء نكمل ان شاء الله بعدين نكمل منو بالمدرسه؟ يعطوا بالمدرسه بعد منو بقى واحد بالمدرسه منو؟ هذا يمنا ها تكيل بعد منو؟ يمكن عبيد البنات يلا البنات الحبابات هذا البنات الكبار الكبار بنات الكبار هذا ابنياتي لان عبي لكم يلا هذا ابنياتي لان عبي لكم
هذه حقيقة هم يعني مبعث سعادة لكم، أنه عندكم أبوكم شهيد عند الله تعالى وإلى المقام العالي ويكون شفيع لكم. وكذلك هذه الشهادة مفتاح إن شاء الله للفرج لكم في الدنيا. أبويا إحنا إن شاء الله كعتبة حسينية الآن راح يصير ويا الأخوة في بناء بيوت لكم، بيوت اللي تخلي وضعكم يكون أحسن من المكان اللي أنتم به. وإحنا نأمل منكم دول الأولاد كلهم يدخلون مدارس، ما أريد أحد لا من البنات ولا من الولد، كلهم يدخلون مدارس. وإن شاء الله الأخوة جناب السيد سعد الدين، الأخوة سارة، الأخوات مركز الحمراء زينب يتابعون وياكم، العناية بكم ورعايتكم، ونتواصل إن شاء الله معكم. ويأتي يوم يعود اللقاء مع الإنسان اللي هو يعني راعيكم وكافلكم، وتلتقون به في حياة أفضل من هذه الحياة. التقى سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرعي في العتبة الحسينية المقدسة هذا اليوم بإحدى عوائل شهداء الحشد الشعبي. هذه العائلة كان الشهيد رحمه الله له 3 زوجات، ومجموع الأولاد والبنات الذكور والأناث من الزوجات 24 بنت وولد، وكذلك له أولاد 3 متزوجون ولهم أولاد، مجموع العائلة 46 فرد. سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي التقى بهم وخصص لهم مساعدة شهرية 1,000,000 دينار لهذه العائلة الكبيرة، وكذلك صرف مبلغ الآن مبلغ فوري صرف لهم الآن. وهناك أيضا توصيات من سماحة الشيخ وهي بناء وحدات سكنية، 6 وحدات سكنية سيتم تشييدها لهؤلاء للزوجات ولأبنائها المتزوجون إن شاء الله. يعيشون هؤلاء في منطقة صحراوية في مدخل يعني من طريق كربلاء النجف على جهة اليمين، منطقة بعيدة صحراوية وبيوت بسيطة جدا من الطين، وضعهم يعني المالي والأوضاع الأخرى صعبة جدا. إن شاء الله سيتم بالقريب العاجل المباشرة ببناء الوحدات السكنية 6، وسيتم إسكانهم ورعايتهم. أمر سماحة الشيخ أيضا بأن يدخلوا جميع البنات والأولاد الذكور والأناث في المدارس، لأن كثير منهم لم يدخل المدارس، عدد قليل منهم دخلوا المدارس. وإن شاء الله الرعاية مستمرة لهذه العائلة وكذلك للعوائل الأخرى للشهداء الحشد وحسب المستطاع إن شاء الله بإذنه تعالى. تم مركز الحوراء رفع مطالعة تفصيلية للوضع المعاشي للعائلة ولعدد الأفراد إلى سماحة المتولي الشرعي، والتي حظيت باهتمام كبير من لدن سماحته، وأوعز بدعوتهم إلى العتبة الحسينية المقدسة وتوفير وسائل نقل لنقلهم من منطقة سكنهم الصحراوية إلى العتبة الحسينية، واللقاء بهم والذي تم في هذا اليوم. وكما لاحظت أنه حصلت موافقة سماحته في الإعاز إلى بناء دار سكن، وكذلك في تعيين ابني الشهيد. العتبة الحسينية مشكورة جهودها وما قصرها، وخصصوا راتب للعائلة الشهيد وبناء دور العائلة الشهيد، والشيخ قال أنا إن شاء الله أتكفل العائلة وش يحتاجون من أدوية من كل المستلزمات.